تحيا تونس وقلب تونس. أما الوارد هذا هو اللي قاله القيادي في حركة الشعب والنائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية. يهمكم ولا ما يهمكمش؟ ها تبدلت المواقف كمان. يهمك مجدولين، يهمك أنس. كابتن متردد، ما يهموش. تعود لنا السؤال. كنت في مسير يا ربي صبرني. خالد الكريشي، انت بذاتي زمني واحدة أمليكي واحدة. خالد الكريشي يقول انه تشكيل الحكومة تتكون من الشعب والتيار والإصلاح وتحية تونس وقلب تونس. ردوا بالك قلب تونس وقت اللي يقولوا هذايا قيادي في حركة الشعب. أما الوارد علاش نفسر لك بشوية، نفسروا لها بالفلاقي أنيس. خاطر حركة الشعب قبل رفضا باتا وتاما أنه قلب تونس يدخل للحكومة. اليوم لا، اليوم المواقف بدأت تتبدل. والنهضة ويني؟ لا يهمني على خاطر الفرضية هذه يمشيوا فيها برشا وأنه يعملوا حكومة بلا نهضة. لكن انا حابة نقول سي الكريشي اللي رغم التيارات اللي عطيتهم الكتل ما يصلوش تقريبا يعملوا 100، ما يصلوش ل 109، ماهوش كافي. معناتها حتى الايجابي هذا مش كافي. وتعرف باش تعمل حكومه حتى 109 ما يكفيش، يلزمك على الاقل 125 باش تعمل حكومه. يا ما نحب نسال السؤال هذا توا ولا فريكونتابل توا ولا معناتها مثالش نخالطوه نبيل خروي. هذا سؤال وانا نحب ما فهمتش علاش مستغرب انس انت في تغيير المواقف وكانه حاجه جديده على السياسيين نتاعنا وكانه حاجه جديده علينا. ملك الحاجه اللي نعرفها ومتاكد منها اللي ما فماش حتى عداوه بين نبيل قروي وقلب تونس وحركه الشعب. بالعكس انا في المحاميه مثلا انتخابيا فما تحالف عنده 4 سنين ما بين القوميين والتجمع. معناتها قلب تونس بما انه معناتها جاي من نداء تونس وحركه الشعب بما انه ممثل التيار القومي فما تحالف اسمه تحالف الموت. وانت نسيت القوميين والتجمع. نسيت وقت اللي حركة النهضة قالت لازمنا نوسعوا الحزام السياسي ليدخل قلب تونس إلى الحكومة. اش كانت موقف الكتلة الديمقراطية اللي هي ما بيناتها نواب حركة الشعب ونواب التيار الديمقراطي؟ صحيح، لكن الصوت وقامت القيامة وقتها. تعرف لكن الصوت العالي سمعناه خاصة من التيار الديمقراطي اللي عنده معناتها موقفك اللي معادي شويه حركه الشعب اقل، كان الصوت اقل، كان أقل. اما في الاول رفض. وهذا حقيقه. وانا نحب نقول حاجه وانه هذايا مشكله قلب تونس. شنو هي المشكله نتاع قلب تونس؟ بانه هو توا المرجح وتوا الناس كل حاجتها به، وقلب تونس قاعد الموقف نتاعو مهم والناس كل ما تحبوش والناس كل تحبه. لا يحبوه لا يصبر عليه. ما يوفى الخصومه هذه الا ما تتحل دوسيات سينابي. سينابيل عنده دوسيات في القضاء. سينابيل يتحكم سينابيل بعدم سماع الدعوة ولا بختية ولا بسورسي ولا بالحق اللي هو كيتوفى وتتسكر دوسيات سينابيل قضائيا. وقتها نفهموا المواقف الحقيقية والتموقع الحقيقي. خليني ونرجع شوية فلاش باك مجدولين وقت اللي نذكروا وقت اللي بالبروبوزيشن تاع حركة النهضة انه يتم توسيع الحزام السياسي ويدخل قلب تونس.